مرحبا بكم في قناة ورقلة. يعتبر المولود الثقافي الجزائري محكاً لهوية الجزائريين ومرجعاً لهم، كما أنه معروف بتنوعه وغناه على مستوى العالمي. وعليه تم تنظيم معرض ومسابقة وطنية تحت اسم وركلان الذهبية يوم 20 فبراير الجاري بولاية ورقلة، من طرف سفيرة اللباس التقليدي بتركيا السيدة فرد نزيها والسيدة فرجاني لميا. اليوم أنا متواجدة معكم في هذه المسابقة، في هذه الطبعة الأولى للمسابقة اللي كنت في التنظيم مع زميلتي فرد نزيها. اليوم رانا متواجدين في مسابقة وركلان الذهبية، مسابقة ومعرض تحت شعار صحراؤنا فخرنا. وركلان الذهبية يعني قمنا بتسمية هذا الاسم يعني نسبة للاسم القديم لمدينة ورقلة، الاسم القديم اللي كان يسمى بكري وركلان ورجلان، يعني عليها أخذنا هذا الاسم وركلان الذهبية. أول شيء أقول لكم اخترينا ورقلة لأنه اخترينا الصحراء مش ورقلة، ورقلة كانت فقط المنطقة، لكن أنا اختاريت الصحراء بصفة عامة نظرا أنه يعني المعارض والمسابقات والفعاليات يعني ككل تكون في الشمال، فقلت لي ما لا نوجه الأنظار شوية للصحراء ويعني نشط الصحراء، لأنه حقيقة الصحراء فيها أنامل ذهبية، وكما قلت أنه المهرجان أو عفوا المعرض والمسابقة خير دليل على ذلك. بالنسبة للجنة التحكيم كما شفتوا عندنا صناعات تقليدية، عندنا حلويات، عندنا الأكل التقليدي، عندنا كذلك لباس تقليدي، فكان جبنا لجنة تحكيم كل واحد وتخصص تاعه. انتوا شفتوا في الإجمال عندنا 8 لجنة تحكيم، عندنا ناس يعني شيفان في الطبخ، عندنا شيفان في الحلويات، عندنا كذلك مدربة ورئيسة لجنة الحرف بالجزائر لمسؤولة عن الحرف. بالألبسة التقليدية ورقصات الشعبية وتحت شعار صحراؤنا فخرنا، كان الافتتاح المعرض والمسابقة الوطنية أركلان الذهبية هنا بولاية ورقلة، والهدف هو إبراز والتعريف بموروثاتنا الثقافية بالإضافة إلى تشجيع الحرفيين ودعمهم. والملفت للانتباه أن هذا المعرض والمسابقة عرف تنوعاً في المنتجات المعروضة، حيث أبرز الحرفيون المشاركون خلفياتهم الثقافية والحضارية من خلال ما أنتجت أناميلهم من منتجات. اليوم مشاركة في هذا المعرض باللباس التقليدي السوفي لأجل التعرف على اللباسات التقليدية تاع الجزائر. الحمد لله اليوم راهو حاضر تقريبا 3 أو 4 ألبسة الجزائر ومن بينهم الحولي. سبب المشاركة تاعي كما كنت ناظر السبب هو أنها تعرف الجزائر على اللباسات تاعها. بالنسبة للباس التقليدي تاع الجنوب نوعا ما مش معروف ياسر هنا في الواد، في عفوا في الجزائر، هذاك علاش راني حاضر اليوم بهذا اللباس وإن شاء الله تشوفوا معنا غير الجديد. جيت نشارك في المعرض والمسابقة المنظمة في وركلان ذهبية باه نزيد النعت في المنتوج تاعي ويتعرفوا عليه الناس أكثر وأكثر، وهذا باه نزيد نروج فيه. الحمد لله المعرض كان في المستوى، شفنا بزاف حرف ما شاء الله، كاين تنوع في الحلويات، في الطبخ، في الأزياء التقليدية. أنا أصلا من زاير أرجي، بنت أرجي، جيت لهنا باش نمثل المنطقة تاعي، منطقة مسيلة، من الحرف التقليدية تاعها، من المأكولات التقليدية تاعها، كيما نقولوا حبيت نبينها، كاين الأكولات ما يتعرفوا ماشي معروفين، حبيت نبينهم. ألوغ هذا المهرجان هذا كيما نقولوا تاع حنا الفرصة، دارنا فرصة باش نعرفوا كاع الأكلات التقليدية كيما نقولوا من الشرق، من الغرب، من الشمال، من الجنوب، كاع الولايات الجزائر.
المعرض جا ما شاء الله يعني حاجة كلاس بريزونتابل. مرحبا بكم وبينا في ورقلة حلويات كامي، هاوية في صناعة الحلويات التقليدية والعصرية. راني لهنايا في مهرجان وركلان الذهبية، جيت نشارك بالحلويات التقليدية والعصرية. لا بس الحمد لله يعني جازت، رانا هنا من البارح لهنا في ورقلة، قمنا بجولة لهنايا نسها يعني الله يبارك والحمد لله. اليوم راني جيت هنا لورقلة كضيف شرف، درت جولة على العارضين وقع لقيت ما شاء الله بلدنا عندها تراث، عندها ما شاء الله أكلات جزائرية متنوعة كل أشكال. المنتوج الجزائري إن شاء الله يخرج من بعيد، يروح من بعيد، لخاطرك احنا على بالك السياحة نتاعنا لازم تخرج، لازم تروح من بعيد، والمعرض هذا إن شاء الله يشوفوه كاع البلدان باش يشوفوا واش عندنا في الجزائر. واختتمت هذه الفعالية بتوزيع جوائز وتكريمات على المشاركين إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم. يبقى المورود الثقافي المرآة العاكسة لهويتنا وتاريخنا وأصالتنا، وللحرفيين دور كبير في المحافظة عليه، وتبقى مثل هذه المسابقات والمعارض البوابة الرئيسية للترويج والتعريف له. خليدة زغلامي، جريدة السياحي، المعرض والمسابقة الوطنية أركلان الذهبية، ورقلة.